في حد بيقسم، اقسم بالله ان الفنان احمد مدمن هيروين. يعني ما هو مدمن، هو الراجل طلب التحليل. يعني سلامي لاعز اصدقائي احمد عزمي، الحمد لله على السلامه. مينا سامي، استاذ وائل، ليش بتدافع عن الشرطه؟ المخ جانح جازم، احنا يا جماعه احنا متهمين بالهجوم على الشرطه ولا بالدفاع عن الشرطة؟ انا لازم انوب عن الغائب. يعني هو بيقول الضابط لفالي، فانا بقول له النيابه هي اللي بتحقق والمحكمه بتحبس. ارجوك لازم اتكلم على الهوا مع احمد عزمي، هنجيبه هنجيب، كلموه يا جماعه. من عندي هنا عاوز اعمل مداخلة بخصوص احمد عزمي، هنكلمك. طب ليه ما طلبش تحليل ترامادول؟ هو قال انه طلب التحليل. احمد فنان محترم وصادق، ارجو توجيه تحية له. لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب، والجزاء من جنس العمل. مساء الخير. بصرف النظر عن احمد انه صادق او لا، بس انا حصل امامي حادث. ما هو ده مش مكتمل كلامك. طيب خلينا معانا من الرسائل ايضا الاستاذه بسمه. استاذه بسمه اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. أتكلم؟ نوطي التلفزيون، نوطي التلفزيون بس. ألو، مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. أولا يا أستاذ وائل، أنا بس عايزة أقول نوطي التلفزيون اللي جنبك لو سمحتي، نوطيه. وطي شوية شريف بعد إذن. التلفزيون، أنا بس التلفزيون. عايزة أقول لأحمد حاجة. اتفضل. يعني عايزة أقول له إن هو لما هو يعني فنان محترم وكل حاجة، مع احترامي ليه طبعا، تمام، بس في حاجة، القضية اللي هو بيتكلم عنها أنا كنت معاه فيها، تمام. حد آذاني، وحد يعني برضو بينكر إن هو كان على علاقة، أو إن هو كان متجوز واحدة على مراته، تمام، وبينكر حوار الحبس معاه وكل الكلام ده. ليه؟ أنا مش فاهمة. يعني أنا المفروض أكتر واحدة اتضريت، تمام. لا، انت كنت معاه في القضية ازاي؟ أنا اللي اتكتب عني في الجرايد إن أنا زوجة الفنان أحمد عزمي، وإن أنا متعددة قواضي الدعارة زي ما هما بيقولوا. طبعا الكلام ده مش صح، بس أنا فعلا كنت مرات أحمد. والكلام لما هو أنكر في النيابة، أنا قلت لأ، إن أنا مراته. كان معايا ورقة تثبت الكلام دوت، تمام، وأنا لا، خرجت من القضية والنيابة دي. استدعيتك، النيابة استدعيتك. لأ حضرتك، أنا جبت استبعاد رسمي من النيابة، تمام، باستبعاد رسمي من النيابة، باستبعادي من القضية، تمام. يعني استبعادك من القضية، بس أنا طلعت من القضية خالص. انت اللي كنت مع احمد في العربية يعني. انا اللي كنت مع احمد في العزاء فعلا، كان معانا واحده انجليزيه، هي مشيت وانا اللي فضلت، ورحت مع الاسم وقالوا لي، اقول ان الحاجه اللي كانت موجوده معايا بتاعته، تمام. بس انا طبعا ما عملتش كده لان ما كانش ينفع، بس هو باعني بيها وحشه جدا. لا لا، مش سامع اللي انت بتقوليه. مين اللي قالك قولي الحاجة دي بتاعته؟ لا، في قسم شرطه شرم الشيخ قالوا لي اقول ان الحاجه دي بتاعته. انا قلت لا، الحاجه دي مش بتاعته. لما رحنا النيابه هو انكر معرفته بيا اصلا، تمام. وهي الحاجة مش وانا بتاعته. خليني في الحاجة أولا، الحاجة مش بتاعته، مش بتاعته. بالظبط. لا، طيب انت المشكلة انك بتقول انا كنت الزوجة لأحمد وهو أنكر صلته بيا في النيابة يعني. ايوه، ودلوقتي برضه على الهوا انكر ان هو اصلا ما كانش معاه حد في القضية. لا، هو قال كان معاه ناس، منهم صديقه وزوجته اللي هو انت بقى. يا لا، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه غير السواق وواحدة انجليزية. يعني انا كنت متجوز حضرتك؟ او انت ما كنتش متجوز حضرتي؟ اسمح لك ايه، معلش اسمها ايه؟ بس يعني هم الاسم الاسم بسمة، مش كده؟ بالظبط. بسمة رمضان. ايوه، انت فوجئت انها بسمة رمضان بتقول انها زوجته؟ انا ما اعرفش مين بسمة رمضان، والله ما اعرف مين حد في ايوه بسمة. ايوه طب يا بسمة، انت
انت عارفة انه بسمة سمعاني، فبنجيبها تاني لانه التليفون اذا قفل او اذا يعني هي داخلة في الخط. هي طبعا بتقول جانب يعني انه مش فاهم، انا مش قالوا عارف لا بس هما، انت بتقول هو يعني فريق الاعداد، لا لا هي لا اتصلت دي في وقالت انها الرسائل، انا هي مرات احمد في الرسائل. ودخلته على الهوا، بس طبعا لو هي ما وضحتش دخلوها ده على يبقى ده مش الهوا. صحيح يعني. لا قفلت موبايل، يبقى دي لا للاسف انا برجو بس بتدعي من يعني. فريق الاعداد بس، طب نخلي هتقالي بالنا من الرسائل يا جماعة. انا زوجاتي كده هيكتروا قوي، فيعني معلش يعني اذا كان حد معاه اي يعني بيقول، يعني انا ممكن اطلع اقول ان انا متجوز 20 واحدة مش مشكلة، بس انا لا احنا احنا لو عند مش عندنا مراتي ما تقولش عندنا بس. عندنا بيجي الرسائل زي الرسائل اللي احنا قلناها، اللي هو بعض حتى الاصدقاء اللي اتكلموا، فهي طلبت انها تتكلم يعني، وحتى ما كانتش كاتبه بصيغه انها بنت يعني. انا والنبي يا استاذ وائل نفسي اكلم احمد عزمي، وفعلا محتاجه اكلم احمد عزمي، بس نتأكد يا جماعة من المتصلين. أحمد طبعا شايف ده كلامها مش صحيح يعني، ادعاءات. يعني انا مش عارف، انا نفسي اعرف مين اللي انا كنت متجوزها. انا حتى سالت حضرتك على الاسم، لان بجد انا يعني الاول سمعت الاسم وبعدين كنت عايز اعرف يعني هو فعلا الاسم زي ما هي قالت بسمه، يعني اسمه بسمه، اسمها بسمه رمضان بسمة رمضان. يعني. ما وبعد كده أغلقت تليفونها تماما، وبالتالي يعني هنا هي طالما إنها يبقى هي يعني خليني انوب عنك، هي مدعية يعني بهذا الشكل يعني، مش هخليك انت تقول ده، بس طالما اغلقت تليفونها بهذا الشكل. هي طلبت من خلال الرسائل انها تتكلم، وقالت ان انا كنت معاه في الواقعة ورحت النيابة. انت طبعا قلت انه مفيش حد تم التحقيق معاه في القضية. بص يا عم، انت طبعا هتبقى متعود على ده، بس انا شايف في الواقعة دي كان لازم تصمم على طلب، وده من حقك، على طلب الشهود يعني. انا مندهش ازاي انت بتقول عربية فيها اكثر من شخص، ايوه يبقى كان لازم تصمم على طلب كل الشهود، الصديق وزوجته والسيدة الانجليزية والسواق. ما هو مش هينفع تقول اصلا مش هينفع اجيب حد يعني، كان مش لازم مسألة. تصمم هو على أنا طلبهم كان جميعا. بالنسبة لي الداعم الوحيد أو الشخص الوحيد اللي مسموح لي إن أنا أستحضره للنيابة هو كان السواق، اللي هو يعني كان حضوره كان ممكن يتسبب له في إنه يبقى شريك، لأنه أنا سمعت كده بالظبط من السيد وكيل النيابة إنه كده هو شريك في القضية. خوفي عليه فوجئت بإنه يعني خلاني إني يعني قلت له لا، يبقى انا ما يعني انا مش هقدر بقى ان انا اقول، بس اساس المحضر كله زي ما حضرتك بتقول، زي ما حضرتك قلت انه لو هو يعني لو ده المحضر اللي اتودى للنيابه، انا طبعا بحترم جدا قرار النيابه وانه تم احاله الامر الى القضاء، والقضاء قدامه يعني بيبقى الاساس قدامه هو الـ يعني المستندات والورق والكلام اللي مكتوب. انا ما اطلعتش على محضر الضبط ولا محضر الاسم، وما كانش عندي حد في التوقيت دوت ان هو من طرفي يخش يطلع على المحضر او يحاول ان هو يتصرف لي في اي حاجه، ما كانش فيه ده موجود. او كنتش معاك محامي؟ ما كان معايا محامي جالي على النيابه قبل كده، ما طب وهو ده المحامي، انت انا تحدد المحامي لك بتاعي نقض و... استاذن من سياده وكيل النيابه 2 دقيقة يقرا فيهم المحضر، لانه انا كنت اول اسم، يعني انا كنت اول واحد يروح على النيابه باول اسم، ملفي دخل، فهو استاذن من حضره وكيل النيابه انه بس بعد اذن حضرتك عايز اقرا المحضر قبل ما يتكلم، لانه هو حضر وما يعرفش ايه المحضر وايه اللي مكتوب. طيب انت هتحدد لك ميعاد للنقض؟ ان شاء الله باذن الله، لان ميعاد النقض لسه لم يحدد، ولكن هو القضيه يعني المفروض ان انا يعني انت قدمت، قضيت العقوبة، ولكن والنقض بعد بيبقى تقريبا قالوا لي في مدته تقريبا بتاخد سنه على بال ما بيتحدد له جلسه. طيب احمد طبعا يعني خلاص احنا تناولنا كل التفاصيل المتعلقة بها. اللي هيبقى مهم جدا طبعا، تقلقت من ان في واحده تطلع تقول على الهواء انا مراته. انا بسمة كويس. زوجتك يا احمد وبتاع. بالظبط. طب هي عليها فعلا قواضي؟ يعني هي دلوقتي هي ما هي عليها لا هي قواضي؟ دفعت، قالت انا معليش قواضي، بس هي قفلت تليفونها بعد كده هي وانطلقت يعني. عليها قواضي يا ادب؟ انا
يعني انا مش هنكر، لو هي فعلا بسمة رمضان انا كنت متزوجها ومعاها ورق عرفي، انا موافق دلوقتي مش متجوز يعني، بس ما يكونش عليك قواضي آداب يعني، ما يكونش عليك قواضي آداب. انا دلوقتي راجل حر ممكن اتجوز عرفي لاي شخص يعني، بس يهمني بقى خلينا نقلبه شرعي بقى. وهي قالت الصنم اللي كنت معاه في العمليه، هي مش اكتفت انه تبقى يعني هذه القصه سببا في تدمير حياتك الزوجيه، لا عايزه تكمل نكملها كمان يعني. نكملها ما شاء الله. فقالت احمد يعني خلاص احنا قلنا كل التفاصيل الملابسات، الاهم انك انت لما تطلع من الازمه. انا عندي اتنين من